بالظبط. يعني يعني حتى خلاف كده، يعني في ناس في البادية الواحد بيجيب كماليات الشخص الضعيف دون أنه هو يعرف. يا صحيح، سلام. شفتها، وده شيء جميل جدا، يعني حاجة حلوة. وخلاف كده يعني حتى عندك زكاة الفطر، يعني ما كان بتطلع بيبحثوا للناس البعيدين او يفتشوا لفلان وينو وكده، صح، يعني مثلا في مكان في الحي الثاني او في مدينه ثانيه، بيشوفوا شنو للاقرب وللجار، يعني بيبحثوا الانسان الامس حاجه ليه. صحيح، ودي دي عند الباديه معروفه طبعا، فعلا. يعني امس، لا ما بيبحثوا عن مثلا فيها خيار وفقوس زي ما بيقولوا عالي، صحيح، لا بشوف الانسان المحتاج المحتاج لزكاة الفطر. يعني وفي أشد ناس، حاجة. وفي ناس من دون زكاة الفطر بيقوموا بواجبات دون زكاة الفطر في البادية، صحيح، فهمتها؟ فدي حاجات جميلة جدا وحاجة حلوة، ونتمنى من كل الشعب السوداني انه إن شاء الله السفر يجيب. يواصل في المسيرة الجميلة الحلوة وفي الترابط الحلو الجميل. وانا والله في قمة السعادة وشاكر لكم، وما زلت انا في طور الدهشه الان، افكاري تبحر في وجودي حولكم، الله يديك والله العافية، بشعر نفسي انه انا تسلم. في بستان يعني. الله يا يديك العافية، نحن شاكر كمان لكم سعيدين فيك. ونحن وده سعيدين كلام جدا بحضرتك. بالمناسبة، موضوع جميل جدا احنا المفروض نتناوله عشان حنتناول فول الرسالة كثير بشهد تروح ان الرحمن شاء اللي الله. قدامه، وعارف تفاصيله أكثر يا دينا إن شاء الله بإذن بالتأكيد الله. طبعا.